هذه لافيات سانسون فينيسيون كولت المنتجة في الجزائر بمصنع وهرم. دونك ندير لكم عليها جولة من الداخل ومن برا ونوري لكم واش فيها عفسة زيادة على لافيات سانسون سانسون. دونك نبداو بلافون نشوفوا بلي ايدونتيك مع لا سانسون سانسون، وين نلقاو بلي فيها دي فار زينو في الجور لاد بارشوك بلا ميم كولور عفوا تاع لا كاروسري. نروحو على الكوتي وين نلقاو فيها دي جونت اون اسي افيك اون جوليفر بار 14، وين نشوفو بلي فيها دي ريتروفيزور اونوار دونك ماشي لا ميم كولور مع لا كاروسري، ودي بواني اون كروم. نروحو نشوفو لاريير وين نلقاو بلي فيها دي فيرير كيما تاع لا 500 نفس الشيء، لكن الشيء اللي يختلف اللي هو رادار دريكول. دونك فيها لي رادار دريكول زياده على لافيات 500. هذا في الشكل الخارجي. نروحوا للشكل الداخلي. فوالا بيان سور فيتر الكتريك كليماتيزاسيون ديريكسيون اسيستي. حاجه اللي لفتت انتباهي انه ليكرون ما ولاش فيه ابل كار بلاي واندرويد اوتو، دونك ولا ايكرون صغير وماشي تاكتيل. دونك فيه ان ايكرون 3.8 بوس 3.8 بوس فوالا كيما راهو يبان، بلس اون بريز يو اس بي. دونك عندك راديو بلس اون بريز يو اس بي بيان سور افيك ان بلوتوث. انسترومونطاسيون اللي حتكون انالوجيك عاديه، كوموندو فولون، كليماتيزاسيون مانيوال، بواطا فيتاس اسي رابور بالمحرك 1.0 عفوا 70 حصان ابريد. دونك اللي ما لحقوش باللايف من الاول نذكركم باللي هذه لافيات 500 كولت المنتجه في الجزائر. هاوليك بعد ما شفنا الاكستيريور ولا الانتيريور راح نشوفوا المحرك. راح يكون هو نفسه مع كاع لي فيات 500 1.0 70 حصان ابريد بيان سور افيك اون بواط دو فيتاس مانيوال اسي رابور. عندي لكم جوله نذكركم بلي فيها دي جونت اون اسي بار 14 وفيها لي رادار دو ريكول. راهم يبانو هنايا